السلام عليكم، حياكم الله شباب. اليوم راح نبدأ اجتماعنا الأول من ذاكرة وسوالف حق الفصل الثاني بعد اللي هو الفصل الصيفي. خلونا نبدأ ونشوف نستقبل الجماعة في اللي هو الاجتماع الأول. يعطيكم العافية، بسم الله. الشباب ما شاء الله دخلوا بكثرة. السلام عليكم شباب. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله وعليكم بالخير، السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، شو اخباركم؟ شو مسوين؟ طيبين ان شاء الله؟ الله يعطيك يا مهندس. الله يعطيكم الصحة والعافية ان شاء الله. شو اخبار اسبوعكم الماضي؟ والله الحمد لله ماشي الامور. الحمد مشاركة لله. مهندس الحين بتكون هي صورة ولا صوت بس؟ صورة وفيديو ولا؟ راح تكون فيديو وصوت، فممكن انكم تشوفون شاشاتي حاليا صح ولا بس تشوفونها؟ الله يعطيكم العافية. طبعا هذا الجلسة اسمها مذاكرة وسوالف، فممكن فيها ان احنا نطرح اي شيء يخطر في بالنا، زين، اي سؤال في اي مادة باي طريقة يمكنكم انكم تسألونه، زين، انتم احرار في السؤال. وزيادة على ذلك انا بالنسبة لي بقدر الاشياء اللي ممكن تفيدنا وبقولها في حالة انكم ما سألتوا. فتفضلوا باسئلتكم اذا عندكم اسئلة او شيء، تفضلوا. طبعا قبل السؤال ودي بس اوريكم اللي هو موقعي ايضا، اللي هو ممكن في بعضكم ما شوفه فممكن يشوفه. أنا بس أشوف بعد اليوم مزيد من الشباب ما شاء الله، ما شاء الله أحس إن شعبتنا متحمسة حيل. يعني الشعب الماضي ما كانت ترى تدخل بهذا العدد المهول ما شاء الله. طيب يا شباب، لحظة وياي الآن، اللي هو سيرتي الذاتية ممكن تشوفونها وتستفيدون منها أشياء كثيرة. طبعا أنا حطيت في السيرة الذاتية، فبحط لكم اللي هو رابطها في الجروب وفي ايضا وصف الفيديو، لان هذا بيروحون فيديو لاحقا، زين. فممكن هني تشوفون ياي اللي هو الاشياء الموجوده اللي عني والخبرات والزي كذا. اول ما تدخلون في السيره الذاتيه راح تشوفون اسمي الكامل، المنصب الحالي الموجود انا فيه، هذه صورتي، هذه اللي هو وسائل التواصل، ممكن تتواصلون ياي باي وسيله تواصل على راحتكم. راح استقبل اي شيء تقولونه، اي شيء تحتاجونه باذن الله راح نكون يعني في تعاون مستمر انا وانتو، يعني زين. فهني ايضا تشوفون مسيرتي المهنيه، زين. فانا حاليا مهندس برمجيات في شركه الياسين الزراعيه، هذه المهام اللي اقوم بها. ايضا كنت في شركه ميدجولف، زين، يا طول العمر، في اللي هو التامين الصحي، زين، فالتأمين الصحي، وهذه أيضا المهام اللي سويتها. ممكن أيضا تشوفون إن أنا كنت أيضا في بند، كنت أشتغل فبهالشكل، هذه المهارات. فكل هذه الأشياء الحمد لله عندي شوي باع فيها، مثل تصميم الواجهات مثل ما تشوفون، هذه كلها أنا مصممها، زين. تطوير البرمجيات أيضا، ضوابط برمجيات، برنامج محاسبي وغيرها، تطوير اللي هو الصفحة الواحدة مثل هذه الصفحة مثلا، إنشاء موقع ثابت زي هذا الموقع، ومنهجيات رشيقة. ممكن تشوفون هذه الأشياء كلها اشتغلت عليها، هذا اللغات اللي اشتغلنا عليها فممكن تشوفونها، زين. تشوفون التعليم متبديت ومتخلصت، الأشياء اللي موجودة عندي أيضا، اللي هو المسابقات البرمجية اللي شاركت فيها شوفونها، مثل ما يشوفون اللي هو جوجل حق المطورين وغيره، زين. هني الانجازات، مثلا في شهادات اخذتها عديده، وهذا اللي بعلمكم اليوم شلون تاخذونها وشلون تستمرون فيها وشلون تبداون، جميل. فمثلا اخذت البي اتش بي وانجولر وتصميم الواجهات وغيره من الاشياء اخذتها بالكامل، زين. وايضا تشوفون المشاريع اللي اشتغلت عليها انا، مثل اللي هو اللي شفتوه دليل المقررات، عرفتوا دليل المقررات، وهذه هم انكم انتو تتابعون وراه لانه بيفيدكم حيل، انا مسويه عشانكم يعني بالاساس، عرفتوا شلون؟ شرحت اتوقع في قصة البرمجية السابقة، زين.
وموقع اللي هو المركز، مركز النخبة أنا شغال عليه حاليا مثلا. فممكن تشوفون إن أنا الحمد لله رب العالمين عندي باع في البرمجة، فبإذن الله راح أساعدكم على كل هذه الأمور. يعني مثلا هذه صممتها بالكامل، فممكن تشوفونها وتشوفون إن أنا الحمد لله رب العالمين يعني وصلت مواصل في البرمجة، وأنتم طبعا أحسن مني في الأشياء الثانية. لا تشوفون ان انا افضل والى اخره، لا لا، حتى انت في عندكم اكيد اشياء، بس مع الوقت راح نعرف بعضنا البعض زين. فممكن تشوفون هذه المشاريع اللي اشتغلت عليها. ايضا هني سويت اللي هو بعض الجلسات، جلسات مذاكره وسوالف ويا الشباب القديمين، وهذه الجزء الثالث منها، او نقدر نقول القسم الثالث منها، لان سويته في الفصل الاول وفي الفصل الصيفي والحين المره الثالثه هذه زين. وأيضا ممكن تشوفون القنوات، أنا حطيت قنوات برمجية هني، ممكن تشوفون يحتاجون وقت طبعا حق إن هي تطلع زين. وهني الهوايات شوفوها، هني اللي هو قناة معلومات برمجية، هذا أنا مسويها خاصة بي طبعا، ممكن تشوفونها تستفيدون منها، وهذه الأشياء ممكن تستفيدون منها يا شباب. وهني قنوات أيضا في اليوتيوب حطيتها، بحيث انكم ممكن تتعبون وتتدورون، هذا موجودة زي ما براد تطلع حاليا، بس ما عليه تطلع عندكم انتو. وهني اذا تبون تسألون اي شيء تقدرون تسألون عن هذا، ويطلع يجي لي على طول في التليجرام. طيب الان خلونا نبدأ في اللي درسناه يا جماعة. طبعا منكم ما ثبت اللي هو هذه الفيجوال ستوديو كود، تفضلوا وفتحوا المايك ممكن تسألون. شبيبة معك بس شكلهم كلهم مثبتين البرنامج عشان كذا ساكتين. في البرنامج في دورات تدريبية أو شيء الحين؟ البرنامج هذا اللي ثبت اللي هو على حق اللي هو البرمجة المتقدمة، اي هذا الفيجوال ستوديو كود زين. والله لحد انا محمد عندي وبيعرف كيف اني ادخل عليهم. الله يلينك. بس حملته ولا لسه؟ لا والله لسه يا مهندس. طيب يا باشا المهندس الله يعطيك العافية. أول شيء عشان تحمله أو عشان تنزله على جهازك زين، تجي هني في جوجل وتكتب، طبعا طبق يا أفضل لك إذا أنت موجود يعني مثل الجهاز، تجي على جوجل وتكتب في اس كود، في اس كود زين. اول ما تكتب في اس كود راح يطلع لك هذه اللي هو الرابط او الواحد، راح على داونلود تنزيل. حلو، اختار على حسب جهازك، اذا كان جهازك ماك اختار هذه، اذا كان جهازك والله لينكس هذا هم، اذا كان جهازك ويندوز بهالشكل. فتضغط على ويندوز الآن مباشرة راح ينزل وياك البرنامج، وراح تثبت التثبيت العادي اللي تعرفه، نكست 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 إلى نهاية. واضح؟ واضح واضح. لا تقلعني. الله يحفظك. طبعا الفي اس كود جميل جدا، انا شددت عليكم او على البعض منا، لان ما بقول كل كلامي، فممكن ان في بعض الشباب الى الان انا ما تعرفت عليهم يعني زين. شددت جدا ان الكل يستخدم هذا البرنامج. اذا بتستخدم نوت باد بلس بلس انت شوي هني بتتعب زين. ليش؟ لان النوت باد بلس بلس ما في مساعدات في الحقيقه، اسمه نوت باد، نوت باد يعني مفكره، عرفت شلون؟ فهي مفكرة زايدة شوي يعني، بس حاط ان فيها لغة برمجية. بينما اللي هو الفي اس كود لا، مسويته شركة مايكروسوفت، شركة مايكروسوفت مثل ما نعرف جميعا هي متخصصة في البرمجة، فهي حطت لنا كل شيء في حقيقة الأمر، كل شيء. فالفي اس كود جدا رائع وجميل على الفكرة، عرفت شلون؟ فحطت فيه ميزات حلوة حيل 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 حيل. وزيادة على ذلك انه هو ممكن احنا ننسى، يعني اكيدا في بعض التاجات بما ان احنا مبتدئين تونا قاعدين نبدأ راح ننساها، صح ولا لا؟
فهذا راح يختصر علينا الوقت ويعطينا اللي هو اشياء او اختصارات، عذرا اختصارات توفر علينا الحفاظ، عرفت شلون؟ فأشيد دائما بأنكم تستخدمون الـ VS Code، ما تستخدمون أي محرر ثاني. هل أنتم معي يا شباب؟ معك. الله يحفظكم. هل ثبتوا الآن الـ VS Code؟ لا، أنا الحين قاعد يثبت معي. قاعد يثبت معي. طيب، ألا ما يثبت معاكم؟ خلنا نتكلم عن موقع سولولورن. سولولورن أنا أسميه معلم حقيقة. هذا الموقع هو اللي قاعد يعلمني أنا بالنسبة لي. زين، خلنا نتكلم في الحقيقة أن السولولورن معترف به في معظم الدول، بس في بعض الدول ما تعترف به. زين، ولكن المعلومات اللي قاعد يوفرها لنا معلومات جدا ممتازة، وقاعد يرتب لنا بترتيب ممتاز حقيقة، بحيث ان احنا ما ننسى المعلومات وشوي المعلومات تركز في مخنا. فانا اقول لكم، اذا انتم بتعتمدون على الاستاذ بشكل كبير انتم غلطانين. خلونا نعتمد على اللي هو المواقع اللي انا حطيتهم لكم في الفيديو اللي وريتكم اياه في الموقع، في عذرا في اليوتيوب اللي فتحته في شو اسمه حصة الأستاذ البرمجيات، أستاذ البرمجة المتقدمة عذرا أستاذ صالح. زين، خلونا نعتمدهم. طيب ليش نعتمدهم؟ لأن التعليم الذاتي هو أفضل تعليم، أفضل تعليم إنك أنت تعلم نفسك ذاتيا أفضل من 1000 معلم. واللي يعتمد على المعلم عادة يفشل، عرفت؟ عادة يفشل. ليش؟ لأن المعلم ما بيعطيك كل المعلومات. في حقيقة الأمر هو يعطيك المعلومات اللي بتجيك في الاختبار. أحيانا بعض المعلومات مبنية على معلومات أخرى، هذه المعلومات إحنا ما نعرفها، فإحنا نضيع في الاختبار. واضح؟ يجيب لنا السؤال نعتقد أنه سهل، هو صعب عذرا وهو سهل، بس لأن إحنا ما عندنا معلومات في شيء معين هو نفسه معلمنا إياه، فإحنا ضعنا. واضح؟ أما هني فهو منهج جدا رائع. يعني إذا جينا هني على مثلا الـ HTML، حلو؟ طبعا معظمنا اللغة الإنجليزية ما بحيل، زين، وما عندي مشكلة، هذا شيء جيد ما بسيء. يعني معظم اللي جاوا سألوني قالوا لي والله إحنا إنجليزياتنا سيئة، كيف نبدأ في البرمجة؟ الإنجليزية ما بعائق أبدا. واضح؟ استخدم المترجمات، استخدم أي شيء، ما بعائق أبدا. العائق هو أنك أنت أنك أنت يا طول العمر السلامة ما تفرغ وقت في يومك أنك أنت تقرأ بالإنجليزي بالعربي أي لغة موجود المترجمات. فهني أنا أضفت شنو؟ أضفت إضافة حلوة حيل. أنصحكم تروحون على اللي هو تطبيقات، راح هني في اللي هو متصفح كروم تطبيقات، بعدين نروح على السوق الإلكتروني، بعدين ننزل إضافة اسمها ترجمة، حلو، ترجمة جوجل يعني. زين، فإذا نزلت الترجمة، زين، هذا هي ترجمة، أول واحدة ترجمة جوجل، راح ننزلها. أنا طبعا نزلتها خلاص، ثبتها. إذا ثبتها في المتصفح إيش بيصير؟ بيعطيك إياها هني فوق. إذا ما عطوك إياها اضغط على هذه، بعدين ثبتها، اضغط على التثبيت. جميل. من بعد ذلك راح على هذا الموقع، زين، وراح على أي شيء أنت ما تفهمه واضغط عليه بهالشكل، راح يجيب لك اللي هو أيقونة اللي هو مترجم جوجل، اضغط عليه مباشرة راح يترجم لك الناس مرحبا بك في HTML مثلا. زين، يقول لك هني HTML stands أو HTML تعني، زين، خلونا نتكلم عربي لأن الإنجليزي ممكن أن نعرفه، فخلونا نتكلم لغتنا، ولغتنا أحسن لغة. فهني راح نقول له HTML تعني لغة ترميز النص التشعبي. زين، لغة HTML في الحقيقة، زين، تعني اللي هو الهايبر تكست. الهايبر تكست هو النص التشعبي، النص اللي إذا حطيته أنا واسم A، زين، اللحظة خليني أوريكم إياه.
إذا جيت الرابط، الرابط عرفتوا الرابط يا جماعة؟ تعرفون الروابط؟ الروابط تعرفونها ها؟ اي ممتاز. هذا الروابط، هايبر تكست اسمها اللي هي الروابط. زين ميكر اب لانجويج، زين الترمزيه اللي هو معناته انه هو لغه ترميزيه النص التشعبي. طيب ليش سموها بهذا الاسم؟ سموها بهذا الاسم لان كانوا يستخدمونها في الحرب، في الحرب يعني، كانوا اول ما اكتشفوها مثل ما قص عليكم الاستاذ نكتشفوها في الحرب، جميل. فكانوا يحطون اكثر شيء روابط، يودونهم هذه الروابط تودينا حق صفحه اخرى، فلهذا سموها هايبر تكست. فبهالشكل اسمها HTML اللي هي هايبر تكست ميكر اب اللي هي لانجويج، جميل حلو. هني ايش اسمه يقول لنا، على عكس لغات البرمجه النصيه أو لغة البرمجة التي تستخدم البرامج النصية لأداء الوظائف، تستخدم لغة الترميز العلامات لتحديد المحتوى. هني في اللغة هذه لغة الـ HTML، زين احنا نستخدم شيء اسمه العلامات أو التاكس، هذه اسمهم علامات أو تاكس. حفظنا اسمهم يا شباب؟ اسمهم علامات باللغة العربية، اسمهم تاكس باللغة الإنجليزية، جميل. فهني هذه عبارة عن علامة، زين هذه العلامة وسطها تقدر تحط أي شيء، أي شيء راح يطلع لك، جميل. في لغة الـ HTML أصلا أحيانا، في غالب الأحيان أصلا ما يحتاج أنك أصلا تحط علامة. يعني شوفوا هني لو حذفت الـ P، الـ P يعني paragraph، تعلمناها أيام أبي paragraph اللي هو أنا فقرة، جميل، ما عرفناها هني ونترجم أنا فقرة، جميل. هني لو شلت انا العلامه الموجوده علامه البي راح تطلع ايضا، لو تلاحظون موجوده، ها هذا هو الناس، ولا كنا تغير ابدا، لان في حقيقه الامر ان العلامات هذه لها دلائل فعليا، ولكن لغه ال HTML ما تطلع لك خطا. عاده لغه ال HTML ما تطلع لك ابدا خطا، زين، لانها لغه بسيطه وسهله، اسهل لغه في العالم يعني، زين، فما تطلع لك خطا، ما في اخطاء عندها، حط اي شيء ما عندك مشكله، زين. ولكن زين ايش فائده التاجات؟ زين التاجات تغير لنا اللي هو المحتوى، زين نقدر نخلي اي مثلا بناحيه انه يصير هيدر، مثلا لو جينا هني مثلا حطينا اي اتش اي اللي هو الهيدر 1، زين هيدر 1 تقدرون يا شباب، زين راح يكبر لنا الناس لو لاحظته، شايفين انت يا شباب بهالشكل. فهذه عبارة عن دلائل، ولكن انك تشيلها ما بمشكلة في الاشتمال، زين. فممكن يجيكم سؤال في الاختبار يأثر اذا شلنا العلامات اللي لا ما يأثر، ما راح يطلع لنا خطأ برمجي مطلقا. حلو يا شباب، حلو. الله يعطيكم العافية. هذه الدورة عبارة عن مزيج من الاختبارات التفاعلية، هني إذا أنت قد تختبر نفسك اختبر نفسك هني، مزيج من الاختبارات التفاعلية والتمارين لتسهيل سرعة التعلم وجودته. فهني تقدر أنك أنت تتعلم بجودة عالية، زين، وتأخذ شهادة في الأخير. انقر فوق الزر متابعة للذهاب إلى الاختبار الأول الخاص بك، وهكذا، زين. طبعا هني ايضا اللي هو الشباب يعلقون، فممكن تشوفون حتى في اشياء مساعده هني في التعليقات، وهذه الدوره مجانيه على فكره، جميل. فاذا جينا هني راح يسالنا سؤال، يعني تخيل انه في الاختبار يقول لك ما الذي تستخدمه لغه الترميز لتحديد المحتوى. لغه الترميز اللي هي لغه شنو؟ قصد لغه الـ HTML، زين. لغه الترميز شنو تستخدم لتحديد المحتوى؟ قبل شو قلنا تذكرون؟ خلي أترجمهم لكم، ممكن مستحيل أنكم ما تعرفون الكلمات أو شيء. comments معناته تعليقات، scripts معناته نصوص، functions معناته دالات، زين. وفي عندنا tags وتعني اللي هي العلامات. فشنو الشيء اللي ذكرناه قبل شوي شباب؟ هذه الأربعة، يا سلام عليك، الأربعة اللي هي التاكس اللي هي العلامات،
جميل. فلغة اللي هو ال HTML تستخدم العلامات زين كمحتوى. جميل، الآن نروح على التالي. زين، هني يقول لك هيكل الويب. في أحد بيعرف؟ خلينا يا شباب لحظات، خلينا نشوف. حبيب، حياكم الله حبيب، مساك الله بالخير حبيب، حياكم الله يا صديقي، الله يعطيك الصحة والعافية، الله يحفظكم إن شاء الله، الله يسلمكم. طيب هني في الـ في الـ في ال HTML طبعا هني هيكلة الويب. زين، هيكلة الويب، خلينا نشوف نقرأ اسمي يقول عشان نسأل عن بعد شوي. تعد القدرة على البرمجة باستخدام HTML أمرا ضروريا، لأن محترف الويب يجب أن يكون اكتسب هذه المهارة نقطة للبداية. زين، لأي شخص يتعلم كيفية إنشاء محتوى للويب، هذه اللغة تعتبر هي الأساس في تعلم الويب. إذا أنت ما تعلمت الـ HTML أنت ما تعلمت الويب أصلا. حلو، فهذه اللغة جدا 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 مهمة وسهلة، وسهلة ترى من أسهل اللغات على الإطلاق. أنت ما راح تتعلم شيء قوي حيل، ترى الـ HTML سهل جدا. اللي يقول إن هي صعبة اللي يصعبها على نفسه يا شباب، عرفتها سهلة حيل. حلو، خلينا نكمل. تصميم المواقع الحديثة، جميل. هني الـ HTML structure، هيكلة الـ HTML. حلو، وفي عندكم اللي هو عرض تقديمي حق السي اس اس. السي اس اس يعتبر عرض تقديمي، مثل ما قال الاستاذ ان السي اس اس زين هو يا طويل اللي طويل العمر بالسلامه. خليني انا افهمكم شيء مهم جدا. الاتش تي ام ال اللي قبل شوي سويناه يعتبر هيكل، كأنك قاعد تسوي بيت عظم. تعرفون بيت العظم؟ حلو حلو ولا لا؟ طيب السي اس اس يعتبر كأنك سويت اللي هو التليص، سويت الصبغ وغير الاشياء. حلو، ممكن انتم تعرفونها اكثر مني، ما ادري والله شنو المصطلح اللي يسمونه في العالم البناء حق الامور هذه. تشطيب، يمكن التشطيب. حلو، فهذه يعتبر شنو؟ شنو نقول؟ تشطيب. حلو، فالسي اس اس هو حق ما يسوي الهيكل في حقيقة الأمر. الاشتغال ما يسوي الهيكل، يسوي الأشياء الإضافية، الديكور على اللي هو على التليص على الصبغ وهكذا. حلو حلو. الجافا سكريبت هو السلوك. حلو، البيهيفيور، السلوك. السلوك شنو يعني السلوك؟ يعني إذا بنحرك شيء من محله، إذا بنجري عملية حسابية في موقع الويب نفسه. لأن لغة الـ HTML ترى لغة ما بزيت اللغات الثانية. يعني أنا إذا جيت هني مثلا في اللغات الثانية، إذا حطيت واحد زائد واحد تجي تحلك العملية. يعني مثلا جيت هني وحطيت واحد زائد واحد، حلو، ما راح تطلع لي أي شيء، راح تطلع لي واحد زائد واحد بس. باختصار إن هي جالسة بس تقرأ، بس جالسة تقرا، مو جالسة تسوي شيء آخر أبدا. معايا أنت يا شباب ولا مع الأسف؟ حلو معك حلو. فاللغة هذه مو بجاية تقرا أصلا، مو بجاية تجري عملية حسابية. لا لا، ما تسوي هالحكي، هالحكي دي ما تسوي، لا تجري عمليات حسابية ولا منطقية ولا حتى تجمع نصوص ابدا. ما تسوي اي شيء من قبيل ان اذا جات تجمع نصوص، راح تجمع نصوص بشكل عادي. يعني قال انت تحط لها نص وهي تحط لك، بينما اللغات الثانيه تحط زائد مثلا بين نص ونص وتجمع لك النصين يا بعض، لكن هذه بتطلع لك الزائد في وسطهم، فما في فايده منها، بس لغه عارض فقط. جميل. طيب اذا احنا نبقيها تسوي هذه الامور، شو نسوي؟ نستخدم الجافا سكريبت. حلو، نجي ونستخدم الجافا سكريبت مثلا نأشر على هذه اللي هو التاج نفسه، ونجمع اي تاج ثاني مثلا، نجري عملية حسابية عن طريق اللي هو هذه الجافا سكريبت والى اخره. ولكن هي نفسها لا، ما تسوي اي شيء ابدا، ما تسوي اي شيء. جميل يا شباب. حلو، خلونا الحين نستمر. من احنا عرفنا اللي هو هني، فهني اللي هو يسوي. طيب البي اتش بي، لو افترضنا ان احنا عندنا بي اتش بي او ما شابه، ايش بيصير؟
يصير باك اند، هو اللي تجرى فيه العمليات الحسابية، العمليات المنطقية، تجرى فيه طوال العمر السلامة قراءة ما في قواعد البيانات، الكتابة، كل شيء راح يجرى من طريق البي اتش بي اللي هو يعتبر من الباك اند. الباك اند يعني النص الخلفي، زين حلو، او النصوص الخلفية. جميل. السي ام اس إدارة المحتوى، هذه شيء ثاني جدا بعيد، فما نبغى نفصله. جميل حلو. هني يقول لك سهل التعلم، لذا لا تنتظر، وقص في اللي هو ال HTML لأنها سهلة جدا. جميل، الحين خلينا نشوف السؤال ونشوف من اللي بيجيب عليه. يقول لك أعد ترتيب الكود لإحاطة النص. أنا أتعلم في HTML، زين، مع علامة الفتح والإقلاق سولو ليرن على بي. حلو، أنا أتعلم عموما. خلينا نشوف هذه اللي هو الخيارات كيف نرتبها يا شباب. الآن عندنا هذه التاج بي، وفي عندنا نصين، كيف نرتبهم؟ والنص اللي هو يبقي كاتبه فوق أيام ليرنينج اتش تي ام ال اون سولو ليرن. جميل، كيف نرتب هذا النص؟ حبيب هل أنت موجود؟ أجب يا حبيب. في البداية معك. حلو، في البداية تفضل. اللي قال في البداية تفضل. تفضل حبيب. شنو؟ أول واحد؟ أول واحد البي. يا سلام عليك، أول واحد راح نحط البي. بعدين؟ ايوه، ايام ليرنينج. حلو، اتش تي ام ال. جميل، بعدين البي اللي هو بس كذا مضبوط. ممتاز، هنشوف. يا سلام عليك، الاجابه جدا رائعه ونموذجيه. ممكن ايضا نشوف تعليقات الشباب هني كاتبين لك تفاصيل زياده. عموما خلينا نكمل. فهني احنا خلصنا القسم الاول او الدرس الاول عذرا من اللي هو ال HTML. جميل، أتمنى أنكم فهمتوا اللي هو القاعدة من هذه. طيب الحين نروح على الدرس الثاني، ذا HTML tag أو علامة ال HTML. حلو، علامة ال HTML شو يقول؟ يقول على الرغم من إطلاق العديد من الإصدارات على مر السنين، إلا أن أساسيات HTML ظلت كما هي. طبعا HTML لها اصدارات عديدة، واحنا الحين في الاصدار الخامس على فكرة من HTML. فيقول لك انه ما زال هو الهاشتاج موجود الى الان. زين، تمت مقارنة بنية مستند HTML بهيكل الشطيرة، زين، نظرا لان الشطيرة بها شريحتان من الخبز، فان مستند HTML يحتوي على علامات HTML للفتح والإغلاق. عشان تحفظ أن أي شيء في ال HTML نفتحه نسكره، قاعد يقول لك قارنها بالشطيرة. جميل، الشطيرة إذا حطيت فوقها خبز بتحط تحت خبز. جميل، فأنت إذا حطيت فوق خبز لازم تحط تحت خبز. فنفس الشيء في HTML، إذا أنت حط والله فتحت علامة لازم تسكرها. واضح يا شباب؟ وضحت القصة؟ ممتاز. حلو، فهني يقول لك هذه العلامات مثل الخبز في الشطيرة، تحيط بكل شيء آخر. لازم إنك أنت إذا بديت، شو هنا بدأ الـ HTML، لابد إنه ينهي. حط أي شيء في الوسط، ما مشكلة. زي الشطيرة بتحط اللي هو الهمبرجر، لحم الهمبرجر، بتحط اللي هو السلطة، بتحط غيره، جبن، لازم انك انت اخر شيء تسكرها. اهم شيء انك تسكرها في الاخير. جميل، فاتوقع ان المثال وضح لكم ان اي شيء في الاتش تي ام ال نفتحه لازم نسكره. جميل، كل شيء في مستند اتش تي ام ال محاط بعلامه اتش تي ام ال. كل العلامات اللي موجودة داخل ال HTML
لابد ان هي تحاط بالاتش تي ام ال نفسه، الهاشتاج الاتش تي ام ال هذه نفسه لازم انه داخل البي، داخل التايتل، داخل الهيد، داخل كل شيء. فهمت شلون؟ فهو الروت هو الجذر حق المستند باكمله. جميل، فلابد انه يكون موجود. حلو، جميل. الان نستأنف، يقول لك املأ الفراغ لإنشاء علامة HTML افتتاحية. يقول لك سوي لنا هنا HTML البداية مباشرة. راح شو اسمه تسوي؟ تحط شو اسمه نحط يا شباب؟ HTML. يا سلام عليك، نحط HTML بدون اللي هي الشرطة هذه، لأنه هذه تذكيرة وهي افتتاحية، فنحط HTML ID. الشرطة تقول للتذكير في الأخير. أحسنت، الداش هذه. جميل، يقول لك ذا هيد تاج. حلو، خلينا نشوف اسمه. يقول عن الهيد تاج، يقول مباشرة بعد علامة ال HTML الافتتاحية ستجد عنوان المستند والذي يتم تحديده من خلال فتح وإغلاق علامات الرأس. يقول لك أول ما تسويه المفروض أنك تحط على مباشرة الهيد. طبعا شو اسم الهيد بالضبط؟ او الهيدر هذه شنو هذه؟ هذه ملاحظين هذه علامة التبويب، ملاحظينها يا شباب؟ التاج اللي هني فوق شايفينها ولا مش شايفينها يا شباب؟ شوفوها هذه، شفتوها هذه اللي هني؟ هي علامة التبويب الجديدة. ها؟ ما اسمعك عدل. الهيد تكون اللي هو لتغيير اللي هو اللي فوق المسمى. ايوه، خليني اقول لك ليش. شو اسمه تسوي الهيد وش فائدته وش قصته تماما. الان راح اقول لك كل شيء يخص الهيد. الهيد هي حق هذه الامور اللي هنا. طبعا ما تقول لي حق التايتل بس، لا اقول لك مو بحق التايتل بس، حق التايتل والايكون اللي هنا، الايقونه حق العنوان والأيقونة اللي هني. شوف، لاحظ أنت إن هني في أيقونة. حتى إذا رحت على جوجل تشوف أيقونة، مثلا هني مثلا سيرتي الذاتية شوف في أيقونة. لاحظ أيقونة ولا ملاحظها؟ إيه، ممتاز. حلو، فهو حق الأيقونة وحق أيضا العنوان. جميل، وأيضا نقدر نحط وياه شيء اسمه ميتا. الميتا شو حق هذه الميتا؟ الميتا حق ويش؟ حق اللي هو محركات البحث. محركات البحث شلون توصل لنا بسرعة؟ لازم نحط ميتا. جميل، فمعظم الصفحات زين إذا جيت فيها راح تلاحظ أن فيها اللي هو الميتا. ما رحنا ما بحطين ميتا بس تلاحظ فيه ميتا. أي هذا هي الميتا، شوفوا لاحظها فوق. أنا الحين فتحت اللي هي مالت سولولر، تلاحظ ان فيه ميتا، وايضا فيه ميتا حق اللي هو الترميز يوتف 8، يعني يدعم جميع لغات العالم. جميل، فايضا يحطون فيها بعض اللي هو النصوص او السكريبت وغيره. جميل، ايضا يحطون فيه طول العمر السلام ستايل. ستايل اللي هو شكل الصفحه، بس بعدين نتكلم عن، ويحطون فيها الرابط ويا بعض الملفات من تحت هنا. لاحظ الرابط، بس بعدين بنتكلم عن مرحلة متقدمة. جميل، فيستخدمون الهيد حق أشياء كثيرة، ولكن حاليا ما نحن مبتدئين خلنا نتعلم حق الآيكون وحق العنوان. جميل، حلو. الآن راح نقرأ هني. يقول لك يحتوي رأس ملف HTML على جميع العناصر غير المرئية. هذه العناصر تعتبر غير مرئية في الصفحة. هذه العناصر، اي عنصر موجود داخل الهيد ما راح يبين في الصفحه مطلقا، واضح؟ ما راح يبين. جميل، طيب ليش؟ ايش فايدته عنده ما يبين؟ ليش نحطه؟ لا، ذي حق علامات التبويب اللي فوق، هذين اللي هني، هذين ما دخلهم في الصفحه، واضح؟ فاحنا هني نحط اللي هو داخل الهيد. داخل الهيد نحط فيها كل شيء غير مرئي في الصفحه. جميل، إذا كل ما داخل الهيد لا يرى في الصفحة. حفظوا مني هذه الكلمة، لأن ممكن يجيكم في الاختبار هذه الأشياء، هل تبين في الصفحة ولا ما تبين؟
نقول له اي شيء موجود في الهيد ما يبين في الصفحه. جميل، حلو. فهني بعد ال HTML راح نحط اللي هو الهيد، ولا تنسون التاجات مالت ال HTML مثل ما قلنا زي الشطيره، متى ما فتحناها لازم نسكرها لابد. حلو، فهني لازم نسكرها ونحط في وسطها الاشياء اللي نحتاجها. جيد، حلو. ستتم مناقشة عناصر القسم الرأسي لاحقا، بعدين نتكلم عنها لأنها مرحلة متقدمة مثل ما قلت قبل شوي. جميل، دراج اند دروب، زين، قم بالسحب والإفلات من الخيارات أدناه لإنشاء مستند صالح. طيب يا شباب، شو رأيكم؟ هو الفراغ شو اسمه نحط فيه؟ بما أن ال HTML مسكر شو نسوي؟ HTML مسكر في البداية، مسكر في النهاية، مفتوح تحط مسكر الحين، اللي فوق اللي في النص تحط مسكر، ولا في البداية فوق؟ حط هني؟ لا لا، هذا تحت. شوف في البداية HTML، يا سلام عليك، هذا في البداية. حلو، واللي تحت هي مسكرة. نحطها مسكرة، مسكرها يعني في البداية مفتوحة لما تكون النهاية مسكرة. صح، مزبوط مزبوط هالحكي. فنجي نقول لنا خلاص مثل ما قال اللي هو، عذرا نسيت اسمك، اعتذر منك، بس انا ما اشوف اسمك بس اسمع صوتك فشوي نسيت، اعتذر. شنو اسمك الكريم؟ حمد الثواب يقول. حمد الثواب، ها حمد، حياكم الله، شرفنا بك والله. الله يحفظك، الله عليك. طيب، هني ذا بادي تاج او علامه البادي، زين، يقول لك البادي، زين، تتبع علامة الجسم علامة الرأس، تتبع علامة الجسم علامة الرأس، بعد ما تسوي الهيد تضيف بعدها البادي. جميل، هو جسم الصفحة، هذه اسمه جسم الصفحة باللغة العربية، فهذه جسم الصفحة يجي بعد رأس الصفحة اللي هو الهيد. جميل، فنحفظ بهالشكل. حلو، شنو يقول لك؟ يتم احتواء، قبل شوي قلنا شنو؟ الأشياء الغير مرئية موجودة في الـ HTML. البادي عكس الـ HTML، الأشياء المرئية موجودة في البادي. جميل؟ فهني يقول لك يتم احتواء جميع العناصر الهيكلية المرئية داخل علامة اللي هو جسم الصفحة. داخل جسم الصفحة تبين العلامات المرئية، بينما داخل اللي هو شنو؟ داخل الهيد لا، الأشياء الغير مرئية. هل هذا واضح يا شباب ولا تحسون في لبس؟ والله واضح، بس يعني نبي نعرف ايش اللي هو الهيد، تكون العنوان يتغير العنوان او شيء، اما البادي ما يعني ما فهمنا وش البادي بالضبط. البادي الحين انا قلت لك الحين على شيء، بس الحين حفظه عشان بعد شوي بفهمك اياه. خلنا نتفق على شيئين، زين. الشيء الاول ان علامة الهيد تحتوي على الاشياء غير المرئية في الصفحة، اتفقنا على هذا الشيء؟ هل اتفقنا على هذا الشيء؟ عرفت شلون؟ خلنا الحين نتفق على ان كل شيء مرئي في الصفحة. شفت هذه الحين صفحة قدامنا، كل شيء مرئي فيها، كل شيء مرئي انت قاعد تشوفه حاليا هو موجود داخل علامة البادي. خلنا نتفق على هذا الشيء، هل اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ اتفقنا تمام. جميل، جميل جدا. بما ان احنا اتفقنا ان البادي يحتوي على كل عناصر الصفحة، خلونا نستأنف. زين، شنو الاشياء اللي موجودة؟ يقول لك تعتبر العناوين، الهيدنجز، زين، العناوين والفقرات والقوائم اللي اخذناها في المحاضرة السابقة عن الأستاذ، والاقتباسات، جميل، والصور والروابط، مجرد وعدد قليل من العناصر التي يمكن احتواؤها في علامة النص الأساسي. في البادي تحتوي على هذه كلها وأشياء زيادة عليه، فالبادي فيها كل شيء مرئي في الصفحة. حلو، الآن نجي حق التفاصيل، خلنا نشوفها. يقول لك خلنا نشوف هنا نص الـ HTML الأساسي أو بنية الـ HTML الأساسية.
الآن خلصنا التاجات المهمة، زين؟ التاجات المهمة هذا هي، زين؟ أظن أنا كبرت حيل، جميل؟ هني ال HTML وقلنا أي شيء نفتحه نسكره زي الشطيرة، وهني ال head ونفس الشيء، وهني ال body ونفس الشيء. هذه هي البنية الأساسية لل HTML. أي شيء ثاني ليس من البنية الأساسية لل HTML. حلو؟ اتفقنا؟ هذه حق الأشياء الغير مرئية ال head، وهذه حق الأشياء وإيش؟ المرئية. حلو؟ جميل. الآن بما أن احنا اتفقنا على هذه الحقيقة، خلونا نستأنف الدرس. جميل؟ طبعا بعد شوي راح أرجع حق أسئلتك يا حبيبنا، شنو اسمك؟ نسيت، أعتذر والله، مشكلاتي ما بحفظ. يا حمد، 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 احسمني حمد، سمي عبد الله، مفهوم منك يعني حبيبنا. يعني اسمك يعني الله يعطيك الصحة والعافية. تحدد علامة البديل علامة المحتوى الرئيسي لمستند HTML. طبعا المحتوى كله كله كل الأشياء اللي تحتويها الصفحة موجود في بادي، لازم تحفظ الشيء. جميل. فأنت إذا مثلا جيت بتغير في مستند HTML، لا تروح حق الهيد وتغير فيه، لا، الهيد ما دخله، تروح حق البادي مباشرة. جميل. الآن خلنا نستأنف السؤال. يقول لك زين، أعد ترتيب الكود لإنشاء هيكل مستند HTML أساسي. حلو. الحين أنا قبل شوي علمتك شنو المستند الأساسي، شنو يحتوي عليه. الآن نرتبهم حمد بحيث إن احنا نحط المحتوى الأساسي حق أو البنية الأساسية لمستند HTML. فشنو نسوي الآن؟ شو اسم الأشياء اللي نسويها؟ هي كترتيبها الحين بس ال HTML لها بداية، لازم لك تكون لها نهاية. اي، فأنزلها تحت؟ اي، تكون الثانية. أحسن، تكون الأخيرة قصدك. هي من فوق ثاني. هذه؟ كذي؟ اي، تكون الثاني، الخيار الثاني. لا لا، هذه إعادة ترتيب. إعادة ترتيب من تحت ولا من فوق؟ لا، من فوق لتحت. كيف البنية الأساسية حق الـ HTML؟ الأولى HTML. أحسنت، الأولى HTML، بعدين؟ لا، بتكون لها نهاية، النهاية بتكون HTML مسكرة. جميل. وين هي النهاية؟ هذا في النهاية، صحيح. النهاية اللي هي الله الثانية تكون. هذا خليه فوق؟ كذي؟ إيه. يلا خلينا نشوف. للأسف يا حمد، بس ما عليه. خطأت هني، ممتاز، أحسن من إنك تغلط في الاختبار. فممتاز. خلنا نعيد المحاولة. حمد ايش رايك؟ حبيب ايش رايك؟ حبيب هل انت معنا؟ حلو، ايش رايك ال HTML وين نحطها؟ اخر شيء بالاخر HTML. احسنت. خليني اوضح لك السالفة حمد. بما ان احنا بدأنا ب HTML، صحيح كلامك 100% ان احنا نسكر، ان احنا ننهي ب HTML، ولكن في حقيقة الأمر أن الـ HTML يعتبر أب تحت عويل، تحت عيال. حلو. عياله هم الـ head والـ body وغيره من المستندات. طبعا هذه العياله في الأحفاد، الأحفاد بعد شوي بنتكلم عنهم. حلو. فهذين يعتبرون كالأب والأبناء. جميل. فكل ابن حق ال HTML موجود وين؟ موجود داخله. حلو، واضح هاي الصورة؟ ممتاز. حلو، فبهالشكل لأنهم عيال ال HTML فاحنا حطيناهم في وسطه. جميل. فالآن راح إذا لا في البداية لا بتكون له نهاية في أي شيء. صحيح كلامك سليم 100%، بس العيال وين يصيرون؟ يصيرون في الوسط بين البداية والنهاية. دليل لأنهم عيال، لأنهم عيالة، فلا بد أنهم يكون في الوسط. إذا حطينا HTML وسكرنا على طول، أصلاً تكون انتهت الصفحة، بدأت وانتهت على طول. لا بد نحط العويل. حلو. جميل. ممتاز. أتمنى أنك فهمت الصورة. فالآن نشيك، يا سلام، الأمور طيبة. حلو.
فالآن نستمر في الدرس. جميل، الآن وصلنا حق الدرس أتوقع الثالث. حلو، مستند الاشتئمار. حلو، خلينا نشوف اسم يقول. يقول هي ملفات نصية، لذا يمكنك استخدام أي محرر، لأنها ملفات نصية فإحنا يمكننا أن احنا نستخدم مثل ما ذكرت لكم مسبقا أي محرر. HTML ملفات نصوص لإنشاء صفحة الويب، أي محرر، المفكرة، نوتباد بلس بلس، HTML، عذرا HTML، فيجوال ستوديو، فيجوال ستوديو كود، أي محرر يحرر HTML، أي شيء. حلو؟ لأنها أساسية أصلا. حلو؟ ومثل ما قلت لكم لا تجري عمليات حسابية، إنما اللي تجري عمليات حسابية هي الجافا سكريبت. جميل؟ جميل. خلينا نشوف الآن شو اسمه يقول. يقول هناك بعض برامج تحرير HTML الرائعة المتاحة، يمكنك اختيار عذرا ما يناسبك. الآن دعونا نكتب الأمثلة الخاصة لنا في المفكرة. ممكن أن احنا نكتب أي شيء في المفكرة ويطلع لنا HTML ID. جميل، يقول لك هنا راح يعطيك بعض الأشياء، يمكنك تشغيل وحفظ ومشاركة أكواد HTML الخاصة بك على كود بلينجول. بعد مسوي هذه زين الخاص بنا دون تثبيت اي برنامج. يقول لك انه هم موفرين اللي هو هذه، فممكن انك انت تبرمج تستخدم الصفحات بناء عليه، او تبرمج قبل شو برنامجنا انت شفتوه مالهم المحرر. زين، هو محرر على الويب مالهم، فتجي هنا كود مال شنو بلاي كلود مال شو اسمه. زين، وتقدر تبرمج به. زين، قبل شوي وريناكم اياه، فما ودي الا هو اسوي شيء جديد. طيب، فمثلا هني تجون تشوفون اللي هو الاكواد. جميل، خلنا نستأنف اللي هو الدرس. خلونا نشوف الحين شو اسمه يقول. ما نوع المحرر المستخدم لتحرير كود HTML؟ طبعا المفروض انه اني اوديتور، اي شيء اتوقع مرة على والله شنو الاجابة. المفروض تكست اديتور. زين، محرر نصوص. جميل، محررات النصوص هي اللي تعدل هذا الامر كله. جميل، حلو يا شباب. طيب، ملف ال HTML. الان راح نتكلم عن البادي يا حمد. جميل، قبل شوي تكلمت لك عن شيء، الحين بكمل لك اياه فيه. زين، يقول لك اضف بنية HTML قبل شوي تعلمنا اياها الاساسية الى محرر النصوص مع هذا مع سطر النصي من قسم النص الاساسي. جميل، فالان اذا جينا هنا راح نلاحظ ان عندنا اللي هو البنية الاساسية اللي قبل شوي تعلمناها، هذه البداية هذه النهاية، مثل ما قلت لك هذا الاب وهذه العيال، ما عندنا ولدين بس احفظهم، عندنا الهيد وعندنا البادي بس هذه عياله. زين، البقيه احفاده. جميل، الHTML ما عندنا ولدين بس، عندنا HTML وعندنا بادي. واضح حماد؟ حلو، الان داخل البادي كتب النص اللي هو This is a line of text. حلو، طبعا اذا تقرا على راتب العربي تضغط هنا على سطر من النص. جميل، اكتبه بهالشكل، هل راح يطلع ولا ما راح يطلع حمد؟ لابد تكون في السطر نفسه. شو اسمك قلت لي؟ بس سمعتك اقول لابد تكون في السطر نفسه اللي هو يم الباقي. عيال كذي انت ما مشيت على اتفاقياتنا اللي قبل شوي. احنا قاعدين نقول قبل شوي اي شيء تكتبه، اي شيء، اي حرف، اي 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 شيء في البادي شنو؟ هو غير مري في البادي. شنو في البادي غير مري؟ لا، عكست الاتفاقية، عكست. في البادي مرئي. إذا جيت أنا وحطيته هني في الهيد تتوقع إنه مرئي ولا غير مرئي؟
عدت له هذا و... خلينا نشوف الحين، خلينا عشان ان احنا نطبق خلينا نشوف زين. طبعا هني مو صحيح يا راما، طبعا هذه الهيد من هني غير مرئي جميل. في حالتنا احنا حطينا في الهيد ما راح يبين، ولكن اذا حطينا في البادي راح يبين جميل. طبعا هني ما راح يعطينا العلامه تقريبا، هو حافظها على انه وش اسمه، ولكن اذا جيت في المستندات الحقيقيه مالت اتش تي ام ار راح يطلع لك ان اللي هو الهيد زين غير مرئي، اي شيء في الهيد ما راح يبين في الصفحه زين، بينما اي شيء موجود في البادي راح يبين في الصفحه جميل. ممتاز حلو، لان الهيد راح يتكلم عن علامه التبويب، احفظ هذا الشيء. الهيد قاعد يتكلم عن علامه التبويب ما دخلنا فيها مطلقا. البادي قاعد يتكلم عن جسم الصفحه، احفظ البادي على بالعربي، بادي معناته جسم اللي هي جسم الصفحه جميل. فاي شيء في جسم الصفحه راح يبين، لكن اي شيء في اللي هو علامه التبويب ما راح يبين جميل. اتفقنا؟ تمام حلو، خلينا نكمل الان. يقول في مثال نهايته يتم حفظ الملف ك HTML حلو. عند فتح الملف يتم عرض النتيجة التالية في متصفح الويب. إذا فتحت في متصفح راح يطلع لك بهذا الشكل. لو تلاحظ هذه هو التايتل، شوف التايتل طالع اللي هو طلع لنا المسار، مسار المستند، ملاحظ ما طلع لنا أي عنوان فوق. ليش؟ لأن احنا ما حطينا شيء أصلا، ما حطينا تايتل في اللي هو في الهيد جميل. فالطبيعي انه ما يطلع لنا شيء هنا، طلع لنا مسار بس. حلو، الآن لا تنسى حفظ الملف، يجب أن تنتهي أسماء الملفات بتنسيق ملف ال HTML بتنسيق .html أو .htm. حلو، يا ذي يا ذي، يا HTML يا HTM زين، عشان أنه يصير ملف HTML. حلو، هذه اللي هو الصيغة، صيغة الملف تكون بهالشكل جميل. خلنا نشوف هني قاعد يقول لنا عن الصيغة، يقول ما هو الامتداد الصحيح لملفات HTML؟ شو اسم الامتداد الصحيح حق ملفات HTML يا حمد؟ ايش رايك؟ تكست ولا EXE ولا CSS ولا HTML؟ معانا يا حمد ولا مع الأسف؟ معك مهندس، بس اتراجع معلومات. ممتاز، هاي اللي ابغى يجاوب يا شباب، احنا ترى واجد بس ما في حد يتكلم الا حمد، وانا مستغرب عددنا كبير بس ما يتكلم الا حمد. يعني ما من اللي يتكلم؟ تفضل. يا سلام عليك. فالامتداد حق ملفات ال HTML هي HTML نفسها .html، فبهالشكل الامتداد. ما فهمت حمد ولا ما فهمته؟ اللي هي صيغة اي ملف، يعني مثلا هي صيغة .png، ملفات ال HTML صيغة .html جميل. فبهالشكل الان نستأنف الدرس جميل. الان قاعد يتكلم لنا عن العلامة تايتل زين، علامة التايتل أو علامة العنوان. حلو، خلنا نشوف شو اسمه علامة العنوان وش اسمه تسوي لنا جميل. يقول لك إن لوضع عنوان على علامة التبويب، مثل ما قلت لك الهيد تتكلم عن علامة التبويب جميل. لوضع عنوان على علامة التبويب التي تصف صفحة الويب، أضف عنصر HTML إلى قسم الرأس، إلى قسم الهيد ضيف إليه شنو؟ علامة تبويب اسمها تايتل، اسمها تايتل جميل. فجيت هنا شوف السالفة، هذا هني البنية الأساسية، هذا هني الهيد، داخل الهيد يعني يعتبر حفيد ال HTML اللي هو والد الهيد جميل. عنده ولد اسمه تايتل، هذه التايتل نحط فيه اللي هو عنوان الصفحة. هني مثلا حاط
فيرست بيج، اول صفحه هو سواها زين، فسماها فيرست بيج زين. فبهالشكل هذه وين راح يظهر؟ طبعا الحين لو سويته ما راح يظهر هني شيء، جميل، لانه غير مرئي زين. ولكن هو يظهر في وين؟ في علامه التبويب في الصفحه اللي انت قاعد تنشئها، جميل. راح يظهر العنوان اللي هو فيرست بيج مثلا، هني ظهرت له، جميل. فيقول لك هني ان سيؤدي ذلك الى النتيجه التاليه اللي قبل شوي سوا، راح يؤدي الى هذه النتيجه انه راح يضيف اللي هو عنوان الصفحه في اللي هو علامه التبويب، جميل. هني عندنا نشاط، خلينا نشوفه لنبدا. هل نحن، جميل، خلينا نشوف اذا كان هذا النشاط سهل ولا صعب. يقول لك قم ببناء بنية HTML خطوة بخطوة من البداية لسيرتك الذاتية، جميل. خلينا نشوف إذا كان سهل السؤال راح نعطيكم إياه، إذا كان صعب يولي، جميل. مرحبا بك في مارويش. المشكلة أنا ما أشوف شو اسمه مكتوب يا شباب خلال هذا المشروع، خلونا بعدين نستأنف ذي، جميل. احنا بقينا نشوف الأشياء الأساسية. عنصر العنوان مهم لأنه يصف الصفحة وتستخدمه محركات البحث. عنصر العنوان هذه الـ HTML يقول لك أنه مهم، ليش؟ مثل ما ذكرت أنا قبل شوي أن الهيد هذه تهتم بحيل محركات البحث مثل جوجل وغيرها، ما تعرف صفحتك إلا إذا أضفت فيها الأشياء الغير المرئية في الهيد، مثلات الميتا، مثلات التايتل، مثلات الايكون، لازم تضيفهم لنا، جميل. حلو، هنستأنف. يقول لك هني سؤال، خلينا نشوف اين يجب ان تضع بطاقة العنوان، وين المفروض تحط علامة العنوان، وين؟ قبل ال HTML tag، قبل علامة ال HTML، ولا بين ال head tags زين، ولا بين البادي تاجز، ولا افتر ذا كلوزنج HTML تاج، وين نحطها؟ قبل HTML ولا بعد HTML، ولا في وسط راس الصفحه، ولا في وسط اللي هو جسم الصفحه؟ شو رايكم انتم شباب؟ هل احد معي ولا طلعته؟ انا معك يا اي، شو رايك وين نحطها؟ ها؟ ايوه في الهيد، احسنت، في بين علامتي الهيد، جميل. ما عليه شباب، كلنا ما نعرف بس نشارك على الاقل. المشاركه مهمه على فكره، زين، ما عليه يعني، ما ادري ليش انتم احسكم محرجين يعني. كم عددنا الحين؟ عددنا 4 تقريبا او 5. واحد محمد، ليش ما تشارك محمد امين امير؟ خليني احطكم في هو الصفحه الثانيه عشان محمد. هشام ليش ما تشاركون؟ موجود معاكم، موجود بس والله في السياره قاعد اسوق عشان كذا ما اعرف اشارك معاكم يعني. وين يا هشام؟ وين هشام تمتمي؟ هشام، طيب هشام الوضع انه خارج الخدمة مؤقتا، زين. خلينا نشوف الآن. يقول لك creating a blog، جميل. طبعا هذه اللي هو المايك عندي، المايك عندك خربان مع هشام؟ بس بسألك يا مهندس قبل ما تروح. اي ما في مشكلة هشام. التيتل هاي شارك بالناس، ها؟ عذرا تفضل محمد. تايتل قصدك؟ تايتل تكون اللي هو للعنوان، ها؟ تكون للعنوان، اي عنوان الصفحة اللي موجود فيه اللي هو علامة التبويب، نعم صحيح. تمام، حلو؟ حلو. الآن يقول لنا creating a blog، راح ينشئ لك هذه اللي هو الموقع، راح ينشر لك اللي هو مدونة، يسمونها مدونة، زين، هو يعطيك إياها، هذه هدية من عنده عشان إنك أنت تعدل عليها، جميل. خلينا نشوف المدونة ونشوف الأشياء اللي فيها.
زين، هذه المداولة راح تنفعك حيل عشان انك انت تجرب انك انت تحرر على اللي هو على شو اسمه على علامات اللي هو ال HTML. زين مشكله ما راضي يترجم وياي اوف. يقول لك يعني خلال هذه الدورة التدريبية سنساعدك في التدرب على مشروع مدونتك الفريد وإنشائه، لذلك سنحتفظ بما تعلمته وستكون قادرا على استخدامه فقط. استمر واتبع التعليمات في قسم المهام، هذا ما ستبدو عليه صفحة المدونة النهائية الخاصة بك. زين خلينا نشوف الحين صفحة اللي هو المدونة اللي سواها لنا هو. طبعا سوى لنا مدونه بال HTML وال CSS وهي جاهزه تماما. زين عشان ان احنا نحرر عليها ونتعلم بناء عليها، خلينا نشوف الحين شو السالفه. هذا هي المدونه اللي سواها لنا. زين انت متاح لك انك تكتب اسمك فيها مثلا وزي كذا. فاذا جينا هنا طبعا هذه اللي هو علامه ال HTML مالت ال HTML5، طبعا هذا مبنى البنيه الاساسيه ولكن نضيفه عشان احنا نستخدم ال HTML5. وهنا ال HTML وهنا ال head وهنا الاشياء الغير مرئيه. هنا راح تلاحظ اللي هو انه مسوي لك رابط حق اللي هو ملف خطوط جوجل. جميل، فهني مثلا اللي هو راح تلاحظ اللي هو مفروض هني تكتب مثلا مدونتي، راح تلاحظ انه يتغير عندك لو اخذت هذا الملف وحفظته عندك في جهازك، راح تلاحظ انه يتغير عندك مدونتي. ممكن نشتغل عليه احنا. زين وهني ايضا لو جينا وغيرنا مثلا هذه الاشياء الغير مرئيه فما راح تشوفها حاليا، تشوفها اذا انت اشتغلت في اللي هو الفي اس كود مثلا. زين هني الاشياء المرئيه داخل البادي، فاذا جينا حق البي ذي مثلا، زين اللي هو هذا الاسم مثلا غيرناه الى حمد. هذا وش حمولتك حمد؟ ثواب. وانا دراسي استاذ رياضيات ثواب بس نسيت والله اسمه، فوالنعم يعني. زين حمد الثواب. فالان لو لاحظت غيرنا بس الاسم هني في البي في الباراجراف مباشره تغير هني، كأنك ما شاء الله سويت شغل جبار. عرفت شلون حمد؟ فممكن انك تاخذ هذه النص زين وتحرر عليه، تشوف الاشياء اللي تصير وياك. فاذا جيت مثلا حررت على هني مثلا يقول about me يعني حولي او عني. زين فتجي هني تكتب عني. فالان لو لاحظت شغلت هذي لاحظ انه يتغير صار عني. جميل هني داخل شوف هني هاي ايام اللي هو شو اسمه اليكس. زين فهني مثلا اهلا انا مثلا. زين مع الوقت راح تتعلم لان هذه اللغه ممارسه. سترونج هذه حق النص البولد هذه اللي هو العريض، النص العريض. زين فهني لو جيت هني انا حسن مثلا حمد عذرا. زين لاحظ لو حدثنا الصفحه شوف الحين بالعربي مكتوب اهلا انا حمد. جميل ولو استمرينا راح يتعدل هذه ايضا. زين فاحنا قاعدين نعدل. جميل جميل ايوه. فهني مثلا لو جينا حق الايام مثلا هني داي مثلا جينا داي غيرناه وكتبنا يوم مثلا. هني الاثنين مثلا لاحظ وياي انه يتعدل. لاحظت طبعا بتقول لي اللي هو اتجاه النص. اتجاه النص تعلمناه ويا الاستاذ الاسبوع الماضي بس ما علينا نتعلم ان شاء الله. اللي هو تجي على الهيد هنا على البادي وتقول له دي اي ار اللي هو دايركشن اتجاه النص. جميل ذول لازم تحفظهم ان شاء الله مع الوقت. وتقول له ار تي ال بعدين خلاص تحدد الصفحه. تلاحظ انه بدا من اليمين الى اليسار. ملاحظ مهندس احنا اللي هو دي اي ار واللي هو ار تي تكون جهه اليمين، ابي اخليها يسار. تبقي يسار ار تي ار ال تي ار شفته ال تي ار يخليه يسار بس هو افتراضيا يسار اصلا.
يعني حتى لو شلتها بيصير يسار. جميل. فهني لو تقي عربي ار تي ار. جميل. لاحظت الحين استواك اللي بو يمين. تبغى تشتغل على ذي الناس؟ جميل، اخذه نفسه زين. ممكن احط لكم انا هني في المحادثه هذه اذا انت تبقون تاخذون عندكم، بس طبعا لازم تاخذون اياه اللي هو مستند اللي هو سي اس اس. جميل، تاخذون تشتغلون عليه. جميل، خلونا الحين نستأنف الشغل. حلو، لا تخافوا من الرموز الطويلة بحلول الوقت الذي تكمل فيه هذه الدورة سيكون كل شيء منطقيا تماما ويبدو قابلا للتنفيذ، نحن نضمن ذلك. جميل، مع الوقت راح تحس ان هذه الاشياء جدا سهلة. جميل، المهام يقول لك زين، اول شيء تسوي افتح الكود، هذا اول شيء تسويه. ثاني شيء في الرأس العلوي قم بتغيير الاسم الى اسمك الخاص. هذا قبل شو سويناه حمد. جميل، جميل. بعدين يقول لك تغيير عنوان الصفحة، تذكر ان عنوان الصفحة موجود داخل علامة الهيد في التايتل من الصفحة. جميل، حلو. خلينا نشوف الآن شو اسمه قاعد يقول. يقول املأ الفراغات لإضافة عنوان الصفحة. الحين لو نضيف عنوان الصفحة حمد، شو اسمه نحطه هني داخل الهيد اللي هو الغير مرئي، شو اسمه نحطه يا حمد؟ عنوان الصفحة البادي. لا، عنوان الصفحة الموجود في علامة التبويب. نضيف تايتل ولا ننسى أي شيء. قطع معي الاتصال، أنا جاني اتصال. آه فهمتك. ولا ننسى إن إحنا إذا فتحنا التايتل لابد إن إحنا نسكره. فنجي هني ونقول له تسكيرة، بعدين نقول له تايتل. جميل؟ فالآن نستأنف، نلاحظ إنه هو تم حل السؤال. جميل يا شباب، الآن عندنا كويز، وهذه آخر شيء لهذا اليوم. What is HTML شباب؟ شو اسمه يعني ال HTML؟ هل معناته لغة برمجية programming language، ولا هايبر تكست لايبراري، ولا ميك اب او ميك اب مارك اب عذران لانجويج، ولا سكريبتنج لانجويج؟ ال HTML هي مارك اب لانجويج. جميل يا شباب، لا مارك اب لانجويج. جميل، الان نستأنف. السؤال الثاني، اسمعني مارك اب لانجويج عذران، معنى مركب لانجويج معناته علامة، معناته لغة ترميز، لغة ترميز هذه معناته. طبعا تكلمنا عنها المركب لانجويج من البداية، بس انت يمكن تأخرت حبيب. مركب لانجويج يعني لغة ترميز، هي لغة فقط للترميز. جميل، يعني لو حطينا بي مثلا راح تكون فقرة، لو حطينا البي راح يكون شنو نص عريض، وهكذا. فهي لغة حق الترميز فقط. جميل، وليست لغة برمجية يعني نحط واحد زائد واحد يطلع اثنين، لا، هي فقط لغة ترميز. جميل، أتمنى أنك فهمت قصدي يا حبيب. زين، من أي أجزاء رئيسية يتكون ملف HTML؟ شنو الأشياء الأساسية اللي يتكون منها ملف HTML؟ ايش رايكم يا شباب؟ هل يتكون من الهيدر والفوتر، ولا يتكون من العيون والثام، ولا يتكون من الهيد والبادي اللي هو من الرأس والجسم الصفحة، ولا من الهاندز اند فيت
من اليدين والريول. شو رايكم انتوا يا شباب؟ من جسم الصفحة. من جسم الصفحة بعد. من الرأس وجسم الصفحة. صحيح يا عمر، بس إجابتك ناقصة. جميل. يقول لك الآن، أي علامة تحتوي على الجزء المرئي من صفحة الويب؟ حمد كده دائما أنت تتلخبط في هذا الشيء، فأي علامة المرئية؟ إحنا قلنا أن الهيد عنده ولدين بس، عذرا الاشتمال، عنده ولدين، عند الهيد وعند البادي، أي واحد المرئية؟ البادي تكون هي المرئية. يا سلام عليك، ممتاز، حفظتي وياي أن البادي هي المرئية. تكون مرئية. يا سلام عليك. فبهالشكل يكون الإجابة صحيحة. Fill the blanks، املأ الفراغات. الآن يبقى البنية الأساسية حق ملف الـ HTML. شنو الشيء الناقص في ملف الـ HTML هذه؟ الهيد المسكرة. يا سلام عليك، هني نسكر الهيد. جميل. وهني تحت HTML مفتوح. ها؟ لا ركز أكثر حبل. تايتل لا تايتل داخل الهيد. او بادي، البادي المسكرة. يا سلام عليك، البادي المسكرة صحيح. معليش يا مهندس اخربط شوي لان توني يعني توني. ما عليه، ممتاز ممتاز، تقدم بالعكس شيء رائع. تغلط الان افضل بكثير حمد انك تغلط الاختبار، احفظ هذا الشيء مني. جدا رائع انك تغلط الان، بس سيء جدا انك تغلط في الاختبار، فممتاز بالنسبه حق ذلك. عرفت شلون؟ يعطيكم العافيه. الان اكملنا احنا الفصل الاول. بهذا يكون احنا انهينا اللي هو هذه الدرس من اليوم. راح نستأنف الدروس باذن الله في اجتماعات عديده لاحقه ان شاء الله. عرفت شلون يا شباب؟ يعطيكم الصحة والعافية. هل عندكم ملاحظات؟ هل عندكم شيء تبون تضيفونه على ال؟ ودي بس استفسار. الله يعطيك العافية. إيه تفضل. والله ودنا يعني إنه يكون مع المهندس حقنا إنه يعطينا اللي هو علامات في البداية، كيف تجي هذه وش حقه، هذه على اليمين، هذه على اليسار، لأن يعني بعض الكلمات غريبة. راح يعطيني إياهم بس ما راح يفصل حيل، عرفت شلون؟ فلهذا بإذن الله أنا بفصل زيادة، عرفت شلون؟ الله يرضى عليك يا مهندس. الله يحفظكم. أنت حين أحفظ هذه الأشياء المرئية ما بالمرئية، هذه الأشياء ترى مهمة حيل، ولا راح يتكلم عنها، انتبه، ما راح يتكلم عنها مطلقا عن الأستاذ، فلابد أنك تركز عليها. الله يرضى عليك. إي تفضل. بعد ال HTML، بعد الهيد، بعد الهيد اللي مساعد مثل التيتل وكتب تايتل. تايتل شلون؟ لا انت احفظهم على انهم عيال، احفظ عيال، جد، ابو، ترى فعلا هي مسماها بهالشكل، ترى يسمونه بهالشكل في البرمجه، قاعدين يسمون هذه الاشياء بهالشكل. يعني مثلا عندك الهيد هني، يعتبر الهيد يد التايتل، عرفت شلون؟ جد يعني احنا في لهجاتنا نسميه يد، اللي هو جد، عرفت شلون؟ فاللي هو الاشتمال هو اليد، حلو، والحفيد من ذي هو اللي هو التايتل. طيب حفيده، هل حفيده من البادي ولا حفيده من التايتل من الهيد؟ عذرا، لا حفيده من الهيد، عرفت شلون؟ ممتاز ممتاز، حلو. فالتايتل يعتبر البادي عامه، عرفت شلون؟ تايتل يقول حق البادي عاميه، عرفت؟ بهالشكل، إذا جيت تحفظهم بهالشكل. جميل؟ بهالشكل راح تحفظهم بسرعة. خلاص أنا عرفت أن التايتل هذه والد الهيد. جميل؟ فأبوه يعتبر الهيد، ويده هو اشتمال. عرفت شلون؟ وهاليد ياب اثنين، ياب الهيد وياب البادي. جميل؟ البادي عنده عيال واجد. عرفت؟ البادي متزوج أربعة. يجيب أبل ناثر عيال، حلو،
بينما الهيد لا ما عنده الا عويلين بس او ثلاثه بس اللي هو الهيد والسكريبت والستايل يعني عياله قليلين جدا اللي هو الهيد بس العيال الواجد وين؟ عند من ذي؟ عند البادي فمعظم هالشقات من ذي عياله؟ من ذي عياله؟ معظم التلقات من ذي عياله؟ عيال البادي جميل؟ اتش 1 اتش 2 اتش لمين 6 عندك البي عندك البي عندك ابد عياله واجد حيل البادي بس الهيد لا عياله قليل فاحفظهم بهذا الشكل لا تعور راسك وتحفظهم ايش؟ بالتركيز لا تركز فيهم احفظ كذي انساب حلو؟ انساب ذي الاخوان وذي الاب وذي وهكذا واضح؟ الله يحفظكم مهندس بيض الله وجهك الله يحفظكم ان شاء الله هل اسئله ثانيه يا شباب؟ هل من اسئله ثانيه؟ الله يحفظكم ان شاء الله راح تكون هذه الجلسه مصوره وراح ننزلها على اللي هو اليوتيوب فممكن ترجعون لها في اي لحظه اذا في اي شيء اللي هو تعسر عليكم فهمه او ما ركزتوا عليه في اللي هو او مثل حبيب مثلا فات بعض الشيء فراح يكون موجود اوكي شباب يعطيكم الصحه والعافيه واشكركم الشكر الجزيل على اللي هو الانضمام والاهتمام بحضور هذه الجلسات لانها مهمه حيل وانا ترى على فكره اعتبرها اهم من حضوركم حق اللي هو المحاضرات اللي يختلف في المحاضرات وهني انه ما في تحضير فلهذا ما راح يحضر واجد ولكن مهمه جدا يعني مهمه جدا هذه الاشياء راح نحاول نحن نلخص فيها الاشياء اللي اخذناها يعطيكم الصحه والعافيه وان شاء الله نستأنف في المره القادمه ومع السلامه يا شباب الله يحفظك يا محمد الله يعطيك العافية حياكم الله أمير حبيب حياكم الله تصبحون على خير إن شاء الله الله يحفظكم إن شاء الله يعطيكم العافية